الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان مع قناتكم قناة الصحة والجمال وبرنامج طلاق ثلاثة. برنامج طلاق ثلاثة لكل المشكلات وكل السلبيات في حياتنا، طلاق ثلاثة لكل العيوب اللي بنتمنى ان احنا نتخلص منها من ايامنا ومن سننا ومن حياتنا. النهاردة ومشكلة جديدة بتواجهنا ونتمنى نقول لها طلاق ثلاثة مع المشكلات الكثيرة اللي عرضناها في رمضان وفي الايام السابقة. اسمحوا لنا النهاردة نتطرق لموضوع من المواضيع المهمة والخطيرة، موضوع البحث العلمي في مصر، وعايزين نقول طلاق ثلاثة لإهمال البحث العلمي في مصر. ويسعدنا النهاردة ان احنا نتحاور في موضوع البحث العلمي مع قامة من قامات البحث العلمي في مصر، معالي الدكتور عصام الصياد، رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي بالمجلس العربي الإفريقي ونائب الأمين العام، ودكتوراه بالإعلام الدولي. معالي الدكتور عصام، البحث العلمي في مصر ويعني رصدنا في الفترة الأخيرة انخفاض شديد جدا في تناول هذا الملف، واحنا كلنا عارفين انه لن تتقدم اي دولة الا بالابحاث العلمية وبالتطوير من خلال الابحاث العلمية. ازاي ترجع مصر تتصدر وتاخد مكانها الطبيعي بين الدول في مجال البحث العلمي؟ حقيقة مصر معروف عنها بشكل يعني لا يحتاج الى تنويه، هي متصدرة من قديم الازل مجال العلم والاستكشاف، وهي منارة لا شك في مجالات كتيرة جدا للغرب والعالم كله فيما يخص العلوم والاستكشاف. ولكن حقيقة فترات طويلة غابت مصر عن مكان الصدارة، وأخذت الفترات المتتابعة من الحكام المغيبين اللي هم لا يضعوا مصر في مكانتها الحقيقية، انشغالهم عن مسائل كثيرة جدا جعلت الاقتصاد المصري يأخذ مصر في اتجاه يبعدها عن الاهتمام بالبحث العلمي، لأنه أهم شيء في البحث العلمي أن يكون العقول المتنورة التي تحكم البلد وتوجهها هي التي تضعها على المسار الصحيح. حقيقة مصر الآن بدأت تعيد النظر في مسألة البحث العلمي بشكل صحيح يتماشى مع ما هو مطلوب وما هو صحيح على المستوى العالمي. يوجد اهتمام كبير جدا بالبحث العلمي، بيضعوا فيه نسبة من الميزانية العامة للدولة تقل أو تزيد حسب تطلعات الدولة في النمو والارتقاء السريع. مصر الفترة الأخيرة عادت النظر في هذا المضمار وبدأت تضع في نظر اعتبار أن ترتفع الدستور الأخير تم المصادقة فيه على أن تكون دعم ميزانية البحث العلمي لا يقل عن 1% من إجمالي الدخل العام، الدخل القومي، وده مؤشر جيد لا شك. ولكن نحن نطمح ونأمل أن تصل إلى 3% على الأقل، لأن مصر تحتاج بشكل كبير جدا أن تتقدم في مجال البحث العلمي اللي يعتبر هو القاطرة التي تشد وراءها كل مجموعة المسيرة العلمية لمصر. أتمنى أنه الفترة المقبلة نرى فيها ثمار هذه الجهود، هناك جهود مبذولة بشكل كبير جدا على أعلى المستويات ابتداء من أعلى قمة في مصر إلى الجهات الشخصية والجهات المهتمة بالبحث العلمي ومراكز البحوث، وسيتم التطرق لها إن شاء الله خلال الحوار. ولكن نعم، مصر الآن أفضل من قبل وتضع الآن خارطة الطريق. أستطيع أن أقول هناك أمل كبير جدا في أن تحتل مصر في فترة زمنية قصيرة وتعود إلى مكانة عيبة وأفضل، وهناك ما يجعلني أتأمل وأتفائل أن أرى هذا قريبا إن شاء الله. دكتور عصام، احنا طبعا بنتمنى أنه طبعا يبقى بكرة أحسن وبكرة أفضل، وخاصة في مجال البحث العلمي. بس خليني يعني برضو أرجع مع حضرتك، إيه اللي عطلنا؟ التخطيط لا شك، التخطيط. أنا يعني الشيء اللي يسعدني جدا جدا أنه أرى الآن الرؤية اختلفت وتشمعه ما هو واجب أن يكون.
يعني من انا مش عاوز اعمل دعايه لاعدائنا، اعدائنا متقدمين عنا حقيقه في المجال البحث العلمي، ويعلمون جيدا ان البحث العلمي هو الكفه الراجحه التي تحسن من الامور، الكلمه الفيصل في البحث العلمي في التقدم بين الشعوب. اسرائيل الان متقدمه عنا بشوط كبير جدا، وكانت الشوط كان متقارب، ولكن الفتره الاخيره 30 سنه الماضيه حقيقه اتسع الشوط، اتسع الفارق جدا، وتقدمت عنا باشواط كثيره. نستطيع ان نقول انه اسرائيل الان ليس من باب الدعايه، ولكن من باب انه احنا ننظر الى انفسنا ونراجع انفسنا. الان ميزانيه البحث العلمي فيها تفوق حتى امريكا، وهذا شيء لابد ان يؤخذ بنظر الاعتبار. البحث العلمي لا يمكن ان يكون مجرد تجربه للتطوير فقط، لكن هو يعتبر الهدف الاوحد والاول لضمان مستقبل افضل. فنرجع ونقول نعم، البحث العلمي في مصر يحتاج الى وقفه. هو بدا بالفعل قاطره البحث العلمي بدات تتحرك في اتجاه صحيح، وضعت على المسار الصحيح، هو ثورة التصحيح إن صح التعبير وضعت خطاها، ولكن نأمل أن تكتمل إلى نهاية الطريق وأن نصل في الوقت المحدد. هناك الآن، وهذا شيء يعني مثير للأسف، أنه عدد العلماء المصريين في الخارج المهاجر، عقول المهاجرة تصل إلى 86 ألف عقل من العقول المفكرة خارج مصر الان، وتعمل بتعمل في رفع الدول الاخرى. نعم، الان 86 ألف عالم من علمائنا. نعم، علماء مصر المتنفذين الواعدين اللي بتستقطبهم الدول الاخرى. نعم، لترتفع بها بشانها من خلالهم. طب ليه يعني برضه؟ طيب انت يعني هنرجع يوجد في الخارج بيئه طارده، يوجد في الخارج اكثر من 9 ملايين، وحوالي اخر احصائيات تقريبا حوالي 10 ملايين الا ربع مواطن مصري في الخارج في المهجر. لما نقول انه 86 الف عالم، هذا رقم كبير جدا جدا. أيه، ويضع مصر على في المرتبة الاولى في العالم للدول التي لديها عقول مهاجرة، وده شيء مؤسف جدا. ولذلك لما تيجي تتكلم وتقول الله، طب مصر دلوقتي ليه مش واخده وضعها، وايه اللي خلى وضع مصر دلوقتي تراجع عن الاول؟ نبحث عن الفترة السابقة ونجد أن السياسات الخاطئة التي كانت موجودة سابقا ومتبعة مع العلماء والباحثين والارتقاء بهم إلى مستوى تعطاهم حقوقهم في أن يكونوا متفرغين في الأعمال البحثية حتى ترتقي إلى المستوى العالمي، لم يجدوا أنفسهم داخل مصر، وأصبح من يخرج إلى خارج مصر يجد نفسه ولو فكر في العودة مع الأسف، حتى وإن وضعت له الإغراءات ووضعت له كل ما يغريه في أن يعود ويحاول أن يمارس نشاطه من خلال بلده الأولى. ولكن مع الأسف كلما يعود شخص ويبعثه الحنين والوطنية والانتماء يقول لا، مصر بلدي أفضل، هو يبقى في الأغلب سنة بالكثير ويعود آخر، ويعود آسفا أنه فكر في العودة مع الأسف. إذن المسألة هي كيفية إعداد القوانين التي تضمن وتكفل للباحث العلمي والبحث العلمي أن يجد لنفسه متسع من الوقت للبحث وأن يجد لنفسه حياة كريمة. لا يستطيع الباحث العلمي ان ياتي هنا ويفكر في ان يجد اعمال اضافيه علشان يكفي فيه قوت يومه. نعم، الباحث العلمي الان عندنا الجامعات المصريه هي معقل البحث العلمي. نعم، وتجد مع الاسف الكبير ان معظم الباحثين العلميين يخرج من الجامعه عدد حضرات آخر، ويذهب الى العياده ان كان طبيب او المكتب الاستشاري، ويعود بعد ذلك لعمل اخر، ويعود في البيت منهك ويبحث كيف ان هو يعني فيومه ليس به متسع البحث العلمي بالمره. ده يعني خليني اسال حضرتك، طيب يعني السبب انه هناك قصور في دعم هؤلاء هذه الفئه المهمه جدا على المستوى الداخلي، على المستوى المادي، انه لابد ان تعطيه مساحه من الحريه في الحركه، وان يكون له دخل محترم وكريم يجعل له التفرغ في البحث العلمي والتفرغ في ان يرتقي بما لديه من بحوث. هناك العديد من البحوث المركونه على الرف لانه ما عندوش وقت ان هو يكملها. يعني عشان ارغب الباحثين الموجودين ان كانوا اللي هم الاقدم او الباحثين الجدد، واشجع على موضوع البحث العلمي. طب يعني باختصار كده دكتور، ايه المحفزات نعمل والله ايه؟ والله شوف على المستوى هنا على الطريق، يعني اتحطينا على الطريق على المستوى كدوله مستوى مؤسسي، هناك في قصور في كيفيه التعامل مع البحث العلمي بشكل واضح.
يعني يكفي ان اقول لحضرتك انه عدد المؤسسات البحث العلمي، المراكز البحث العلمي في مصر تتجاوز 114. 114 مركز بحثي تقريبا تتجاوز 114. رقم كويس، مش رقم معقول. الرقم ده موزع بشكل مشتت بين الوزارات، لا يجمعه مظله واحده. كل يعني لو لقيت ان هو احد المراكز البحثيه يعمل في عمل بحثي معين، قد يكون في نفس التوقيت مركز اخر يعمل على نفس الفكره ونفس الفكره. نعم. فضياع في الجهد وضياع في الاموال وضياع في فكر هؤلاء الباحثين. لو تم توحيد الجهود لجمع هذه المراكز البحثيه تحت مظله واحده لنقل اكاديميه البحث العلمي وزاره البحث العلمي، نعم نستطيع ان نوحدهم ويقوموا تنسيق على مستوى عالي، نخرج منهم بنتيجه افضل. على الاشراف هيكون اشراف ذو طابع رصين موجه بشكل مباشر للبحث العلمي، وليس كرافد صغير في تابع الوزاره. وهذا طبعا لا شك وفرق كبير جدا. توحيد الجهود من الحاجات اللي حضرتك بتناشد بيها التنسيق لضمان جمع مراكز البحث العلمي تحت مظله واحده. دي حاجه التشتت هذا لا يوجد في اي مكان في العالم هذا التشتت. كل واحد يعمل كل 114 على ليله 114 مركز بحث. نعم أكاديمية البحث العلمي تمتلك 14 فقط، 14 مركزا بحثيا فقط لأكاديمية البحث العلمي. 14 مركز بحثي بيتم صرف 200 مليون جنيه سنويا تقريبا. المبلغ يعتبر متواضع للغاية. نعم هناك ميزانية هذا العام التي تم تخصيصها للبحث العلمي لأكاديمية البحث العلمي هي مليار جنيه. هذا طبعا يعني هي كانت 195 مليون جنيه العام الماضي، ارتقت يعني فرق بسيط نسبيا مش قفزة كبيرة، ولكن ما زال انا ما زلت اقول انه على الاقل 3 مليارات يمكن ان تحرك البحث العلمي في اتجاه صحيح، لانه البحث العلمي يتطلب مصاريف ونفقات وتكاليف عالية جدا حتى نستطيع ان نجعل هذه العقول تتفرغ بشكل حقيقي وفعلي ومثمر من اجل انتاج ادوات واليات للتنميه الفعليه للمجتمع وللصناعه ولكل الاتجاهات اللي تحتاجها مصر. اللي انا فهمته من حضرتك دلوقتي انه من المعوقات اللي احنا ما حبيناش نقول ايه اهم المعوقات، ولكن في سياق الحديث وصل انه احنا بنتكلم على لو لمينا كل المراكز البحثيه تحت مظله واحده ده هيبقى دافع. لو الميزانيه الموازنه الجديده يعني موازنه البحث العلمي اتحركت شويه في الموازنه ده دافع. نعم. في برضو جزئيه الحاضنات للابحاث العلميه، حضرتك قلت الجامعات والمراكز البحثيه، هل محتاجه صيانه عقول، صيانه هو حضرتك اداره البحث العلمي في مصر اخباره ايه؟ نعم الحاضنه التكنولوجيه او الحاضنه العلميه حقيقه هناك قصور كبير جدا في وجود حاضنات. نعم. على مستوى مصر هناك بعض التجارب الفرديه يعني محاولات، ولكن لم تكن بالشكل الصحيح الذي يجب ان تكون عليه الحاضنه. الحاضنه بشكل مختصر هي عباره عن كيان يتم تاسيسه لاحتضان الكفاءات العلميه الشبابيه او البحثيه ووضعها على الطريق الصحيح ودعمها فكريا ومعنويا وبحثيا وماديا وبكل الامكانات الى ان تخرج لترى النور، تستطيع ان تستفيد منها. هي عباره كلمه حضانه ماخوذه من حضانه الطفل تحتضن يعني الصغير الغير قادر على الـ على الـ على الاعتماد على نفسه الى ان يستطيع ان يكون مواجهه الحياه بشكل منفرد. فاحنا بحاجه كبيره جدا الى حضانات تكنولوجيه. الحضانات التكنولوجيه مكلفه، نعم يعني الحضانات التكنولوجيه لا تقل تكلفتها في اقل الظروف عن 500 الف جنيه نص مليون، وهذا مبلغ يعتبر زهيد قياسا بما يقدم من دعم للتنمية. طب ليه الدولة ما بتوجهش القطاع الخاص مثلا او رؤوس الاموال وتحفزهم على الاستثمار في موضوع البحث العلمي؟ هذا طبعا دور يقع على عاتق الدولة بدرجة اساسية ومؤسساتها كيفية دعم البحث العلمي من خلال حتى تكاتف رجال الاعمال. نعم. رجال الاعمال ينفقون مبالغ باهظة في اتجاهات كثيرة جدا يمكن لن تعود عليهم بنفس العائد الذي يمكن ان يعود عليهم من البحث العلمي، واعتماد في اختراعات كثيرة جدا موجودة مرهونة قيد المجمدة على الارفف لعدم وجود قدرة على اخراجها لحيز التنفيذ ولا ترى النور. ايضا القوانين الموجودة اللي بتقيد يعني الان بدأت الامور لحد ما يعني تتضح، ولكن كان سابقا لا يمكن ان يجد اي باحث علمي او مبتكر او مخترع ولديه اختراعات تستطيع ان تسبب طفره حقيقيه. مصر في حاجه الى طفرات وليس التطور التقليدي الطبيعي. احنا بحاجه الى اختصار الزمن، وده اختصار الزمن يعني انه لابد ان يكون هناك اتباع طرق غير تقليديه
في كيفية تحقيق قفزات حقيقية في البحث العلمي. أما النظام العادي اللي زي يتبعه يعني المنظومة السابقة لا تكفل هذا بالمرة. الطفرات غير التقليدية لابد أن يكون هناك خطوات غير مسبوقة في دعم البحث العلمي على كافة المستويات، بما فيها الأكاديمية، أكاديمية البحث العلمي، مراكز البحث العلمي، كيفية إعادة وهيكلتها لتصبح قادرة على العطاء بشكل موجه لخدمة الوطن وخدمة البلد بشكل مباشر. هذه الجهود المبعثرة في مراكز البحث العلمي لا تستطيع أن ترتقي بمقدرات البلد بشكل صحيح. نعم أنا أشيد بأكاديمية البحث العلمي بما لها من دور كبير وواضح وملموس في دعمها للدراسات البحثية التمهيدية لقناة السويس، على الرغم أنه مشروع ضخم جدا، ولكن أنا أستطيع أن أقول مصر استطاعت من خلال كوادرها العلمية والبحثية المتقدمة في أكاديمية البحث العلمي أن تضع خارطة صحيحة ودقيقة خرجت بها من التحدي القائم بالفشل والتحدي بفشل المشروع، وخرجت بنجاح فائق جدا، والتجارب أثبتت أنه كل ما تم وضعه من بحوث ودراسات من الجهات البحثية ومن علمائنا الموجودين استطاعوا أن يتفوقوا على كثيرين من الأجانب اللي شككوا في مصداقية والجدول البحث العلمي للقناة السويس. والآن قريبا سترى كيف استطاع العلماء المصريون أن يخرجوا قناة السويس الجيدة إلى حيز التنفيذ وأثار النور. نتمنى طبعا إن شاء الله أن احنا نشوف هذا المشروع إن شاء الله قريبا إن شاء الله مصر بالشكل اللي يسمح لنا أن احنا إن شاء الله نتقدم. اسمح لي قبل ما أروح دكتور عصام على احنا فين من الوطن العربي بالنسبة للبحث العلمي، وفين من العالم بالنسبة للبحث العلمي. خليني بس أرجع مع حضرتك تاني، بعض النماذج اللي فعلا برغم الضغوط الشديدة جدا عليها وبرغم قلة الإمكانيات إلا إن يعني ما زالت بتستطيع إن هي يعني محافظة على شكل البحث العلمي ولو بالقليل في مصر. عندنا بعض النماذج من 114 مركز بحث. أنا لا أستطيع أن أبخس حق المركز البحثي، حقيقة المركز البحثي جادة في أن تسعى لتحقيق شيء، وكل مركز بحثي يسعى بما لديه من خبرات وكفاءات أن يجد لنفسه مساحة بين مركز بحثية متقدمة حقيقة، يعني هذا شيء لا أستطيع أن أنكره. أستطيع أن أشير إحنا كمؤسسة المجلس العربي الإفريقي للبحث العلمي، المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، حقيقة البحث العلمي فيه أخذ مساحة يستحقها البحث العلمي، وباعتباري أنا أخذت على عاتقي هذه المسؤولية. هناك في طموحات لا شك، أنا يعني في 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 وقت زمني إن شاء الله قريب نستطيع أن نضع الخطوط الأولى في كيفية وضع البحث العلمي في مسار. إحنا بنحاول كمؤسسة من مؤسسات المؤسسات المدنية أن، وطبعا القطاع المدني لا يمكن إغفاله لأن له دور كبير جدا، المجتمع المدني نعم عليها. إحنا نسعى أن نضع جهد كبير في هذا المجال، ووضعنا بعض الملامح اللي تستطيع أن تتجاوز المشاكل الموجودة حاليا بالجهد الفردي. بدأنا أن نكون مجموعة من المستثمرين الجادين في دعم البحث العلمي، نعم بدأنا أن نجمع الباحثين والمبتكرين والمخترعين الجادين لديهم اختراعات تستحق التقدير والدعم، وبدأنا نضع خارطة لدعم هذه البحوث، وضعها على حيز التنفيذ. هناك خطط حتى على الصعيد القومي، هناك بحوث لا يستطيع أفراد تنفيذها، ولدينا افكار موجوده مع رجال اعمال لديهم من الدافع والحماس، فانه يتطوعوا في دعم مبالغ طائله لدعم بحوث لها طابع قومي فيما يخص المياه، فيما يخص الطاقه، وهي تعتبر اكبر ملفين موجودين عندنا الان في حاجه ماسة اليهم. نعم نبحث، ولكن التكاتف نحن بمفردنا كمجلس عربي افريقي لا نسعى ان نتفرد بهذا الدور، لابد ان يكون هناك في تكاتف على مستوى عالي وتنسيق على مستوى عالي، ونسعى نعم نحن نسعى الان بالتنسيق مع كافه المؤسسات المجتمع المدني ان نتعامل ونتواصل معك عشان نوصل بشكل سريع لايجاد تعويذة إن صح التعبير نستطيع أن نحل بها هذه المشكلة، وإن شاء الله قريبا سنرى ثمار هذه التجربة. أنا ثاني بفتكر مع حضرتك أنه مهم قوي يبقى في مظلة تجمع كل المراكز البحثية والمهتمين نعم بالبحث العلمي لتحقيق الطفرة، وإن احنا فعلا نقول قاطرة ما نقولش لو ده تم هيبقى ده لابد ان يتم، يعني احنا بنناشد بانه لابد ان يتم خطوه اولى حقيقة فعلا يعني رم هذا الجدار التنمية. هيكون عندنا مؤسسه بحثيه عاليه على مستوى عالي جدا في تنسيق بينهم
والمشروعات غير مقررة. تمام. والحاجة التانية ان حضرتك كنت بتأكد على انه رؤوس الاموال انه الموازنة المرصودة للبحث العلمي لازم تاخد وضعها، وانه هي هتاخد وضعها. على فكرة انا مش بقول، مش بنتقد، بالعكس انا لا، احنا بنتمنى الافضل اسني، لكن انا طبعا اعلم انه الميزانية العامة للدولة في بريوريتيز واولويات كثيرة جدا، ونعم مليار كبداية لا شك هو حقيقة. جيد. بس اعود للنقطة، انت بتقول لحضرتك سألت سؤال قلت طب مصر فين من الدول اللي حواليها؟ حقيقة. نعم. في خطين اساسيين والاثنين مثيرين للاستغراب. يعني لو بحثنا في مصادر المعلومات من اليونسكو نجد ان السعوديه هي الدوله رقم واحد في المنطقه العربيه من حيث المخترعين وعدد الاختراعات المسجله وبراءات الاختراع على المستوى الدولي. السعوديه نعم، وبشكل متسارع. نعم. جدا، ويسبق مصر ويسبق المنطقه ككل. يبقى في اهتمام بالبحث العلمي. بعد السعوديه يمكن الشيء المثير للاستغراب العمان. تخيل عمان على الرغم انها سلطنه وحدودها جغرافيه ليست كبيره، ولكن الامكانات الموجهه لدعم البحث العلمي فوق التصور. حقيقة. هناك طموح، هناك فعلا ادراك لقيمه البحث العلمي. السلطنه هناك تقوم بدفع مبالغ هائله للدعم البحث العلمي، وهناك مراكز بحثيه متطوره، وهناك فعلا فكر واعي بيستوعب هذه المؤسسات ووضعها على الخارطه الصحيحه، لدرجه اقول ان انا اتمنى في يوم من الايام ان نكون في نفس المسار الى هذا المستوى. ولكن احنا لدينا من القدرات ان شاء الله، احنا لدينا من القدرات ولدينا من الفكره ما نستطيع ان نتجاوز ده بكثير. عندنا 86,000. انا قلت دلوقتي ايه؟ حقيقة. انا قلت دلوقتي قلت ان هو السعوديه رقم واحد، لكن رقم واحد على مستوى العالم العربي في الباحثين العلميين وفي العلماء مصر. ولكن علماء موجودين، ولكن يعملون لحساب قدرات. نعم. لا تصب في مصلحة مصر في الآخر. حي. لابد من إعادة هيكلة المنظومة التي تدعم البحث العلمي في مصر حتى نستطيع أن نستقطب أولادنا وأبنائنا في الخارج، لأنه نعم. لن تعود الثقة إلى مصر في مجال احتواء البحث العلمي والخبرات. نعم. ليس البحث، الخبرات في كافة الاتجاهات. حتى في مجال الهندسة والطب والعلوم، من يخرج لا يعود. دكتور إيه؟ هيكلات ومراجعة كل موجود بخير. احنا نبحث ما ينقصنا ان نكون مثل الدول المتقدمة. نعم هناك ابجديات في لابد ان توضع في الحسبان حتى نستطيع ان نضاهي، لا استطيع ان نضاهي، حتى نقترب من رقبة المتقدم السريع جدا في العالم في مجال البحث العلمي. وبدون هذا تأكد سنبقى في اماكننا وسيخترق الطريق وحنبقى في مؤخره. هذا شيء لا اتمناه. عندنا اتصال. عفوا فضل. دكتور محمد علي من جامعه المنيا، اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. مرحبا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. ربنا يخليك. وبالنسبه لمشاكل البحث العلمي في مصر، هم بيرتكزوا على اول حاجه التمويل وغياب الشراكه مع قطاع الصناعه. نعم. الو، ايوه سامع حضرتك، اتفضل يا فندم. فالتمويل ده ممكن يجي من قطاع الصناعه لو الصناعه حست ان في استفاده هتبقى من البحث العلمي، وفي فقد ثقه ما بين الجامعات والمراكز البحثيه. طيب. مع القطاع في جميع المجالات. نعم. وفي دائما تخوف، فلازم في الاول نزرع الثقه ما بين ان احنا كبحث كمراكز بحث علمي، اذا كنا جامعات او مراكز البحوث، ان احنا نقدر نحل مشاكل الصناعه ايا كانت. وهم يقدروا يمولوا البحث دوت ويستفيدوا منه بعد كده. حضرتك بتدعو ان احنا المراكز البحثيه تمد جسور الثقه مع الاتحاد الصناعات ومع وزاره الصناعه عشان والمراكز الصناعيه مختلفه، يعني احنا عملنا في الفنادق، لو في فنادق عندها مشاكل واحنا نقدر نحلها لها، لو عملنا ثقه ان احنا نقدر نحل المشاكل دي فعليا، هم ياخدوا بالابحاث بتاعتنا ويصرفوا عليها يستفيدوا منها، دي هتبقى طريقه سهله جدا. يعني احنا لو بصينا مثلا في مجال الفنادق، هلاقي الشركات الفنادق العالميه زي ماريوت والشيراتون. نعم. هلاقي ليهم مراكز بحثيه. نعم. في مجال الفنادق. مشاكل الفنادق ديت في مراكز بحثيه في الدول اللي هي المنشا بتاعها. ماريوت ليه مركز بحثي في ماريوت ليه ماريوت يونيفرستي في الولايات المتحده الامريكيه. نعم. هلاقي كذا تشين عالمي ليه مراكز بحثيه زي كده، هو اللي بيحل المشاكل بتاعت كل السلسله. وهي قائمة على المراكز ديت، المراكز البحثية ديت اللي بتصرف عليها المؤسسة، واللي بيصرف على الباحثين فيها المؤسسة ديت. فطور في الصناعة وطور في البحث العلمي ومنتهى الانتصار، يعني هو بيمول البحث العلمي اللي هو بيستفيد منه.
احنا يعني شكرت حضرتك أثرة اللقاء يا دكتور محمد، وبنشكر حضرتك على الكلام الأكثر من رائع والبعد الكبير للمشكلة اللي احنا فيها دكتور عصام، مشكلة التمويل ده كلام صحيح واهتمام الكيانات والمؤسسات اللي موجودة نعم. في الدولة نعم. هو لا يمكن دولة أن تقوم وحدها بهذا الدور نعم. بشكل مفرد لابد نعم. من تكاتف كل القوى الاقتصادية إن كان على الصعيد الصناعي وعلى الصعيد رجال الأعمال، لا يمكن إغفال ما لهم من دور، وحقيقة لابد أن تفعل، وبدأ بالفعل في هناك مبادرات من رجال الأعمال بدعم البحث العلمي والاختراعات، وهناك تبني لبعض الأفكار الجيدة في هذا المضمار، ولكن مش معلنة في الغالب، وعشان كده في تصور ان هناك في قصور من رجال الاعمال في هذا في الدعم، لا هناك في نوايا صادقة في دعم بحث العلم، ولكن رجال الاعمال يبحثون عن الجهات التي لديها المصداقية الحقيقة حتى يستثمر اموال في وضعها بدون ان تعود عليه احنا الفترة اللي فاتت دكتور عصام سمعنا عن مشروع زويل نعم. وكان في امل كبير جدا انه يبقى يعني الدافع الحقيقي وانه للمخترعين والعقول المفكره في مصر نعم. برضو احنا الموضوع توقف شويه لا 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 لم يتوقف، ما زال المشروع قائم، وما زالت هناك في خطوات تتم بشكل متسارع حقيقه، ولكن هو كون مشروع زويل لديه من الطموح ما يستوجب ان يكون هناك في انفراستراكشر او بنيه تحتيه قويه ورصه على مستويات من المعدات والتجهيزات واتصور هم كبير من هذا الموضوع، هناك اعداد كبير اتكلم الان نعم تعتبر من الجامعات الرائده في مجال البحث العلمي، واستطعت ان تجد القدرات والطاقات تحتوى وتحتضن، انا اعتبرها على دي تعتبر حضانه حقيقيه. احنا بنتكلم عن امتى تبقى ليها مكانها في وسط الجامعات هي لسه بادئه يعني لم بادئه يعني تحتاج الى قليل من الوقت حتى تستطيع ان تؤتي ثمارها، كل شيء في البدايه لابد ماشي على خطى تكاد تكون يعني في لا تقل عن المستوى العالمي في مجال الدعم البحث العلمي واعداد الكوادر العلميه، في تخصصات موجوده في الجامعه ليس لها وجود. طيب انا خليني برضو اراجع مع حضرتك دكتور عصام عشان وقتنا، انا عايز حضرتك احنا في نهايه الحلقه معانا دقيقتين نعم. عايز اهم مشكلات البحث العلمي وطرق الحل. هو في السياق الحديث الطرق طبعا احنا قلنا او توحيد الجهود، لا يمكن ان يبقى جهه لا الدوله لوحدها تقدر ولا الرجال الاقتصاد يقدروا ولا رجال الاعمال الاقتصاد ولا الباحثين العلميين اللي هم المغلوب على امرهم على الوضع القائم. توحيد الجهود توحيد الجهود وتنسيق العمل المؤسسات البحثية لابد ان يكون في هارموني وتناغم على مستوى عالي، لا يمكن ان تترك المسألة على ما هي عليه. نعم لدينا المركز الاول في العلماء على مستوى العالم العربي، ولدينا قدرات وطاقات كبيرة جدا في المجال البحثي غير موظفة في صحيح، ولدينا ملفات موجودة على الارض تستطيع ان تقفز بمصر الى قفزة غير طبيعية في مجال التنمية وفي مجال التطوير نعم. المستوى عالي جدا، ولكن لا يمكن هذا ان يجد النور ولا يرى النور دون ان يكون هناك رعاية حقيقية واخراج هذه الملفات من ادراج ووضعها لترى النور. هناك مشاريع ضخمة نتمنى ان يكون هناك في برنامج موضوع وفي استراتيجي واضح الملامح ان يقود البلد بكاملها بفت خطوط الدعم المتاحة، يتكاتف الجميع من أجل إخراج مصر من هذه المرحلة إلى مرحلة تستحقها. مصر هي دولة لا شك إن هي من الدول التي يشار لها البنان في مجال أنا في نهاية البحث العلمي نعم. خليني أقول لحضرتك إنه لن يكون هناك يعني ارتقاء بمستوى كل المؤسسات في مصر إلا بالبحث العلمي. أنا ما يعني في نهاية اللقاء يعني إلا إني أشكر أنا بس قبل ما نختم لحظة بس أنا حبيت إن أنا أشير إلى انه المجلس العربي الافريقي للتكامل والتنميه هو غير قاصر على مصر فقط. احنا يعني ان شاء الله يبقى في بينا لقاءات كثيره نعم يا ريت يعني فعلا لم اعطيه حقه حقيقه. خليني اشكر معالي الدكتور عصام الصياد على هذا اللقاء الطيب، المستشار الاعلامي ودكتوراه بالاعلام الدولي ونائب الامين العام للمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنميه، رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي بالمجلس العربي الافريقي. في نهاية اللقاء عايزين نقول طلاق ثلاثة لكل المشكلات اللي ممكن تعوق البحث العلمي في مصر وتوحيد الجهود. في نهاية اللقاء انا بشكركم، تحياتي وتحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/الصحة channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الصحة tv، وعلى تويتر www.twitter.com/الصحة tv.